بس نبتدي نشتغل. تعالي بقى نخش في موضوعنا وهو موضوع عودة الجماهير للملاعب، وكان ليا لقاءات مع حضرتك قبل كده وكان ليكي دور مؤثر جدا جدا جدا. الأول، غياب الجماهير عن الملاعب لفترة طويلة، هل بيشعر المشجع وهو راجع بغربة ولا بعدوانية ولا بلا مبالاة؟ والله يعني كويس انك قلت كل ده. نعم. كل ده هيبقى موجود، كل ده احنا مختلفين يا كابتن، احنا كبشر مش حد زي التاني. نعم. كل واحد عنده حيثياته وعنده الافكار والمشاعر المختلفة عن التاني اللي بتخليه يؤدي سلوك معين. يعني احنا في حياتنا كبشر عندنا افكار بتحرك جوانا مشاعر معينة تخلينا نتصرف بشكل معين. نعم. فالتصرفات الثلاثة اللي حضرتك قلتها دي ممكن تبقى موجودة في الألف اللي موجودين، هيبقى 300 كده و 300 كده و 300 كده، لأن إحنا كبشر مختلفين. كويس. فبالتالي هيبقى في إحساس بالغربة، أنا وحشني ده وبقى لي كتير مش موجود وممنوع تأثير منه. تأثير هذا الإحساس، ما ده مهم بالنسبة لي. طبعا طبعاً. جزء بقى في حتة الاشتياق دي، وحتة أن أنا دي حاجة وحشاني قوي وعايزها تفضل موجودة، ده ممكن يخليني أتصرف بشكل لائق. حلو. عشان أقدر يبقى ده في استمرارية. كويس. بدل الألف يبقوا 2000 ولغاية لما نوصل للعدد الحقيقي بتاع الستات. نعم. حتة بقى ان انا عندي غضب، في حد هيبقى عنده غضب، انتوا ايه اللي خلاكم من حرمني من مزاجي ده؟ نعم. طول السنين دي، ففي ناس هتبقى داخله بشيء من الغضب. في ناس تانية لا مبالاة، اللي هو مش هيبقى فارق له لا ده ولا ده، هو مستني يشوف الدنيا هيحصل فيها ايه، وهو هيبقى ريفلكشن او هيبقى رد فعل. فكل التلاتة هيبقوا موجودين. طيب. دورنا احنا بقى. أيوة. ان احنا هنتعامل ازاي بقى استعدادا لكل التوقعات. انت الغضبان ده لازم تحتويه. هاو ازاي كيف؟ حاجات كتيرة بقى. يعني احنا لو عايزين نتكلم ازاي نحافظ، احنا قدرنا لسه الماتش اللي حصل في برج العرب وكان فيه جماهير الحمد لله عدى بسلام. نعم. احنا نتمنى انه ده نبتدي بقى داخلين على المرحلة الجديدة دي ان برضو نفس الفكرة الماتشات كلها تمشي بالسلام ده. ازاي نحقق ده؟ كذا حاجة بقى. ما انت عندك متغيرات كتير. انت مش عندك الجمهور بس. اي. انت عندك المكون المكاني، الاستاد نفسه. نعم. الحاجات المتعلقة والمكتوبة دي كلها. نعم. في ساعات كلمات وجمل بتبقى مكتوبة مثيرة أصلا، فلازم كإدارة استاد تبقى واخدة بالها. هو في منع يعني الفترة الأولى فيها منع يعني. ما هو ده حضرتك هنا تؤيدي سياسة المنع على الأقل، على الأقل مبدئية. نعم. أنا لا أؤيدها على العموم. أي. زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده كتير، دايما اقول لك الحوار، يعني بلاش نتصرف كاننا الاب والجمهور ده الولاد واحنا لازم ندي عليهم سلطات. فكره الحوار، فالحوار ده بنعمله اهو زي ما حاصل دلوقتي، في 1000 من هنا و1000 من هنا وهنشوف الدنيا، وفي شروط ويعني في التزامات معينة عشان نحافظ على الأمن العام في الماتش. فجزء ده ان احنا الناس اللي هيبقى عندها غضب والحاجات دي ممكن تثيرها، يبقى احنا هنمنع اللافتات وهنمنع الحاجات دي، ده شق. الناس اللي عندها وحشة بقى واحساس بانه ياريت من زمان وكنا فين، فكرة بقى الناس اللي بتدير الامر، الناس اللي بتساعد بتنظم، الهيئه المنظمه دي، استقبالي للناس وهي داخله. أيوة. توزيع الناس في الاماكن، حته بقى يعني يبقى فيه هدوء في التفتيش، اكيد هيبقى فيه تفتيش في الدخول وتفتيش في دخول يعني الدخول من بره، كل ده لازم 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 يبقى في نوع من الترحيب واحساس ان انتوا مش اعداء واحنا جايين، ان انتوا داخلين تعملوا مشكله واحنا بنمنعكم. لا، الترحيب وانبه على اللي بينظم، الشركات المنظمه بيبقى عندها اولاد هم اللي بيستقبلوا الناس ويدخلوهم، لازم الناس دي يبقى حد قاعد معاهم ومعرفهم يتصرفوا ازاي. احنا داخلين، خليني اكون يعني دقيقه شويه، الحدث كبير مش طبعا. وحدث هيتبني عليه حاجات تانية كتير.